نحن رجال قوى الأمن الداخلي نعلن عن انشقاقنا عن هذا النظام المجرم وانضمامنا لكتيبة صقور الشام في الجيش الحر. وهذه هويتي المساعد أول نور الدين جدوع من مرتب شرطة التمانعة محافظة إدلب. أنا الرقيب أول أحمد الحسين وهذه هويتي. أنا المساعد محمد مصطفى من مرتبات فرع الجناية وهذه بطاقتي. أنا الشرطي موسى ناصيف وهذه هويتي. الشرطي عبد الله الشيخ وهذه هويتي. الشرطي نصار ناصيف وهذه هويتي. الشرطي أحمد خلف وهذه هويتي. الشرطي عبد السلام مرعي وهذه بطاقتي. الشرطي نبيل حسين وهذه هويتي. الشرطي خالد ناصيف وهذه هويتي. الشرطي فؤاد قطيش وهذه هويتي.